نبدأ المسائية بحادثة سير مروعة وقعت بعد ظهر اليوم على الطريق الرئيسية رقم 1 الرابطة بين الدار البيضاء والصويرة، بالضبط بجماعة المخاليف قيادة تلمست، حيث أدى انحراف حافلة لنقل المسافرين عن مسارها إلى سقوطها في منعرج. والحصيلة المؤقتة تتحدث حتى الآن عن مصرع 5 أشخاص وجرح 42 آخرين، جراح 5 منهم بليغة. وهذه هي الصور الأولى لحادثة السير هذه، وسنعود لهذه الحادثة الأحدث ضمن حرب الطرق ببلادنا بتفاصيل أوفى ضمن مواعيدنا الإخبارية القادمة.